نعم؟ بطلتي ايه؟ بتنحي الصبح؟ بس انت بقى اليوم مش متنحي. الجيرياتريكس المذكره دي بنتكلم فيها على الجيرياتريكس اللي هم الالدر بيبل، التغيرات اللي بتحصل فيهم وكمان الامراض اللي بتصيبهم. اول حاجه بيقول لك ان طبيعي مع السن لازم يحصل تغيرات في الجي اي تي، تغيرات في طبقات الجلد، تغيرات في البادي كومبوزيشن، كميه الميه والدهون والكتله العضليه. مش عارف بيطلع في الروح ولا ايه. تغيرات في الكلى وتغيرات في الليفر. فبناخد كل اورجن من دول التغيرات اللي بتحصل فيها مع السن واغلبها حاجات معروفه بالعقل. وبعد كده بناخد ده هينتج عنه هيحصل ايه في الفارماكوكاينيتكس وهيحصل ايه في الفارماكوداينامكس. فهو مثلا على جي اي تي طبيعي ان كل ما السن بيزيد البي اتش بتزيد عادي، ما الاتش سي ال ما بقاش بيتفرز زي الاول. يبقى الاستومك بي اتش هتزيد برضه طبيعي مع العقل من غير حفظ. الجي اي تي بلاد فلو بيقل، الجاستريك امتنج بيقل. طالما المعده مش شغاله يبقى بتقعد الحاجات جواها كتير، بتاخد وقت عقبال ما تفضل. طيب لما البي اتش تتغير والجي اي تي موتيليتي تتغير، اكيد امتصاص الادويه اللي بتحتاج ميديا اسيدك هتتغير وهتقل. فبيقول لي النتيجه هيقل امتصاص الادويه والمواد الغذائيه، معدل الامتصاص بقى بيطول شويه. ليه بقى بيطول؟ لان الجي اي تي موتيليتي بقت قليل وبقت المعده بتفضل. طبعا اهم نقطه فيها ان البي اتش مع السن بتزيد بتاعت المعده. على السكن وانا طبيعي كل ما بعجز الطبقات الدهنيه اللي تحت الجلد بتختفي بتقل، طبقات الجلد نفسها بتبقى ارفع. وده طبعا بيمثل لي مشكله لو هاخد ادويه ترانس ديرمال. احنا عارفين ان الادويه الترانس ديرمال بتحب تتخزن في الطبقات الدهنيه اللي تحت الجلد عشان يحصل لها امتصاص. الطبقات الدهنيه بتروح مع السن ومع العمر ومع انقضاء الحياه. يبقى طبيعي امتصاص الادويه الترانس ديرمال بيكون ضعيف، ودي طبيعه وسنه الحياه بالسنين يفضل فيها. يبقى في السكن هيحصل سيننج للديرمس، ديرمس الطبقه السميكه بتاعت الجلد، لوس اوف سب كيوتينيوس فات، وبالتالي يا اما يقل يا اما ما يحصلش تغير للدراج ريسيرفوار اللي هو المخزن بتاع الترانس ديرمال فورميوليشن. يا اما المريض لما ياخد ادويه ترانس ديرمال ما يلاقيش ليها مخزن، او يا اما الموضوع يفضل زي ما هو على حسب حالته بقى وتخنه وسنه. طيب التغير اللي هيحصل في البادي كومبوزيشن دي اهم واحده فيهم. وطبيعي مع العقل ان انا كل ما بكبر الفلويدز اللي في جسمي بتقل. كل ما بكبر البادي ماس الكتله العضليه بتقل. كل ما بكبر نسبه الدهون بتزيد، العضلات دي ما بقاش فيها بروتين، ده كله بيستبدل بدهون. الالبيومين ساعات بيقل وساعات بيفضل زي ما هو على حسب حالتي المرضيه. الالفا 1 اسيد جلايكوبروتين بيزيد. طيب ده هينتج عنه ايه؟ لما انا الدهون في جسمي تزيد يبقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع الادويه الليبيد سوليبل هيزيد، تخزن في الدهون، هتوزع في كل حته في الجسم. ولما الفلويدز في جسمي تقل يبقى الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع الووتر سوليبل دراج هيقل. هذا بالعقل ان الووتر سوليبل بيبقى عايز فلويدز يتحرك فيها ويمشي فيها. هيزيد الفري فراكشن بتاع الهايلي باوند دراج. انا دواء بخش جسمك بحب امسك في الالبيومين، الالبيومين قل يبقى الفري ليفل هتزيد والتوكسيستي هتزيد. سبكيوتينيوس فات اللي هي الطبقه الدهنيه اللي تحت الجلد على طول. وتحت بيقول ان الدهون زادت في التيشوز، بتتخزن في التيشوز بدل العضلات. الليفر طبيعي مع السن الليفر ماس هيقل، الليفر بلاد فلو هيقل، ساعات السيتوكروم انزيمز بتقل. السيتوكروم انزيمز دي خلي بالك بتاعت فيز واحد ولا اثنين؟ واحد اللي بتعمل اوكسيديشن وريدكشن وهيدروليس. السيتوكروم دي فيز واحد. اللي هينتج عن الموضوع ده ما بيحصلش تغيرات في فيز اثنين طبيعي لان السيتوكروم ملهاش علاقه بفيز اثنين، فيز اثنين ده كونجوجيشن.
هيقل او مش هيحصل تغير في فيز واحد طبيعي. طالما الليفر بايظ هيزيد الهاف لايف وهيقل الكليرنس. هيزيد الهاف لايف وهيقل الكليرنس بتاع الادويه اللي هي بيحصل لها ايه؟ فيرست باس ميتابوليزم، تركيزها في الدم هيبدا يزيد والهاف لايف بتاعتها هتبدا تزيد. الرينال نفس الكلام، هيقل الجروميريولار فلتريشن، هيقل البلاد فلو، الرينال ماس هيقل، التيوبلر سكريشن هتقل. التيوبلر سكريشن اللي هو دخول الادويه من الجدار، وظائف الكلى كلها هتقل. يبقى طبيعي هيقل الرينال الينيشن اوف دراجز، هيزيد الهاف لايف بتاعه الادويه اللي بتعتمد اعتماد كلي على مين؟ على الكلى. طيب التغيرات دي نتائجها ايه في الفارماكوكاينيتكس والفارماكوداينامكس كامثله؟ اولا الابزوربشن، احنا عرفنا الجاستريك امتنج قل، الاتش سي ال قل، البي اتش زاد. يبقى الايرون الاتش سي ال بيقل يبقى البي اتش هيزيد، الاتش سي ال اسيد. يبقى ايرون فيتامين بي 12 كالسيوم، الحديد وفيتامين بي 12 والكالسيوم عشان يحصل لهم امتصاص محتاجين ميديا اسيدك، يبقى امتصاصهم هيقل. طبعا الاتش سي ال لما يقل اسمها هايبو كلور هايدا، لما يتمنع تماما اسمها اي كلور هايدا. سلوينج جاستريك امتنج كان انكريز السريشن اوف ناسيدز وباي فوسفونيت. هما الباي فوسفونيت والمسكنات بيتعبوا المعده، يبقى كل ما يقعدوا في المعده اكتر كل ما الريسك بتاع الالسر ايه؟ هيزيد. الباي فوسفونيت دول خدناهم قبل كده كانوا مفيدين لمين؟ بينفعوا في الهايبر كالسيميا وبينفعوا في الاوستيوبروزس، وكنا بنديهم في مذكره البين رقم 2 لما الورم بيسيب مكانه الرئيسي وبيروح على العظم. ساعه الرانك كان الورم ايوه ميتا ستيس هشاشه عظامه خالص. ترانس ديرمال فورميوليشن يوجوالي ريكواير سب كيوتينيوس فات لاير تو فورم دراج ريسرفوار فور ابزوربشن. عشان كده بيقول لي ترانس ديرمال فورميوليشن اديها بحذر مع المرضى اللي هم السفيافين زي محمود كده، او اللي عندهم كاشيكسيا. كاشيكسيا اللي هو ايه؟ لحم على عظم، اللي عامل زي بتوع الصومال ده اللي عنده كفاف ولحم على عظم، لما تدي له حاجه ترانس ديرمال مش هيحصل لها عمليه امتصاص. الديستريبيوشن بنعيد نفس الكلام اللي فوق، المخزون بتاع الدهون زاد يبقى هيزيد الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاع مين؟ الليبوفيريك على سبيل المثال دايازيبان. وانا ايه اللي عرفني ان الدايازيبان ليبوفيريك؟ ما هو منوم، اي منوم ليبوفيريك مش بيعدي المخ. هيقل البلازما بروتين فيزيد الفري ليفل بتاع الدراج على سبيل المثال الفينيتوين، لان الفينيتوين كميه كبيره منه بتمسك في البلازما بروتين. هيقل البي جلايكوبروتين. ايه البي جلايكوبروتين ده؟ برافو عليك. بيتا دي ايه؟ دي هي البيتا ولا البارا جلايكوبروتين؟ الجبار بارا جلايكوبروتين، في حاجه اسمها بارا جلايكوبروتين. ايه البروتين ده اخترعته فين ده؟ حسيتها كده يا والله. البي جلايكوبروتين دي بروتينات ربنا خلقها جوه خلايا جسمنا. كل ما تلاقي جسم غريب او تلاقي ادويه داخله الخليه تروح عامله ايه في الادويه؟ افلاكس طردها لبره. يعني مثلا البي جلايكوبروتين موجوده في خلايا مخك كنوع من انواع الدفاع، ان هي كل ما بتلاقي دواء يخش بتحاول ايه؟ تطرده وتطلعه. مع السن طالما ميكانيزم دفاعي البي جلايكوبروتين كفائتها ايه؟ بتقل. يبقى الحاجه اللي كانت بتخش السي ان اس الاول بتركيز قليل هتخش التركيز ايه؟ عالي، لان مفيش حد بيطردها. يبقى لما يقل الجلايكوبروتين هيزيد البرين كونسنتريشن اوف دراجز زي الاوبويدز. هبدا اخش لا غير الالفا 1 اسيد جلايكوبروتين ده بلازما بروتين. الالفا 1 اسيد جلايكوبروتين ده نوع من انواع البلازما بروتين. البلازما بروتين البيومين وجلوبيومين وجلايكوبروتين. انما البي جلايكوبروتين ده بروتين موجود في خلايا جسم، في المعده، في الكلى، في الامعاء، في المخ، في البنكرياس. وظيفته ايه في الخلايا؟ كل ما دواء يخش يحاول يطرده كنوع من انواع الحمايه. المقاومه دي هفقدها لما اكبر في السن، فالدواء يخش التشو زي ما هو عايز. الميتابوليزم
الميتابوليك كليرنس باي ليفر مي بي ريديوزد، على سبيل المثال المورفين والبروبرانولول دي ادويه بيحصل لها فيرست باس ميتابوليزم. دي ادويه بتعتمد على الليفر اعتماد كلي في عمليه الميتابوليزم عن طريق فيز 1، فلما الليفر بيدوز الليفل بتاعها بيزيد. فيز 2 ما بتتاثرش بالسن، واشهر الادويه اللي ما بيحصل لها اللي بيحصل لها ميتابوليزم في فيز 2 وما بتتاثرش بالسن هي عيله من البنزودايازيبينز، بنختصرها بكلمه اولت. اولت او ال تي، اوكزازيبام لورازيبام تيمازيبام، عشان ما ننساهمش. او ال تي اولت، قلت كتير وكتير. اوكزازيبام لورازيبام تيمازيبام، دول الثلاثه من كل عيله البنزودايزيبين اللي ما لهمش علاقه بفيز 1، ما لهمش علاقه بالسن، ما لهمش علاقه بالسيتوكروم انزيمز، لانهم بيخرجوا عن طريق الكونجيوجيشن. اليمينيشن، ضعف عمليه الفلتره هيضعف الدرنك كليرنس، دي حاجه طبيعيه، فببقى محتاج مع مرضى الكلى اعمل ايه في الجرعات؟ اظبطها واقللها. كمان في مشكله بتقابلني مع الناس الكبار في السن، ولما بيجي يشوف وظائف الكلى عندي بيعمل تحليل اسمه سيرم ايه؟ كرياتينين. الكرياتينين ده جاي منين؟ العضلات. يعني طول ما انا عندي ماسل ماس موجود عندي في الدم كرياتينين. طب العجوز اللي ما عندوش عضلات ده هو انتاج الكرياتينين عنده بيبقى ايه؟ قليل اساسا. فده ممكن يديك نتيجه خادعه. انت لما تيجي تعمل تحليل تعتمد فيه على السيرم كرياتينين بس يطلع لك قليل. فتقول الكلى جميله، الكلى سليمه، لا هي مش الكلى اللي جميله، هو انتاج السيرم كرياتينين اللي ايه؟ اللي قليل بسبب ضعف المصري ماس. عشان كده نسبته بتلاقيها في الرجاله اعلى من الستات. من طبيعي الرجاله المصري ماس طبعا ايه؟ اعلى. هم الحماية. هم الحماية. صح يا هدى؟ صح تمام. في تغيرات يا عم في تغيرات هتحصل في الفارماكو داينامكس طبيعي هتحصل مع السن الكبير. وكل التغيرات الداينامكس دي بلخصها في كلمه واحده، ان دايما الشخص الكبير في السن بيبقى حساس اكتر للايه؟ للدواء. اكيد الريسبتورز عنده حساسيتها ما بقتش زي الادلت. واكيد السي ان اس عنده تاثره ما بقاش زي الادلت. واكيد الافينيتي بتاعت الريسبتورز والافكاسي بتاعتها وعددها ما بقاش زي الارض. فمع السن لاحظنا ان الالدر بيبول مهمور سنسيتيف للبنزودايازيبين. طبيعي مع السن، ده اي حاجه بتنيمه. انت ممكن تديله بنزودايازيبين جرعه كبيره شويه ينام ما يقومش. مور سنسيتيف للاوبويدز، طبيعي برضه. الريسبونس للورفارين اعلى. هو الكبد تعبان مع السن، فلما تديني دواء يعمل سيوله انا جاهز ان يحصل لي سيوله، الكبد تعبان وفيتامين كي قليل وكلوتينج فاكتورز قليل. مور سنسيتيف للانتي كولينرجيك، الاتروبين بيعملوا هلوسه، بيهبلوا، بيعملوا ديليريوم زي ما خدنا في الكريتيكال كي، فهيبقى الالدر بيبقى حساس ليه. مور سنسيتيف للاكسترا بيراميدال سايد افكت، التاردف ديسكاينيجا اللي بيعملها الانتي سايكوتيك. حتى قلنا في العنايه المركزه لما بدي انتي سايكوتيك ما بديش التيبيكال، عشان الشخص الكبير هيبقى حساس للاكسترا بيراميدال سنتر. مور سنسيتيف للتي سي اي والالفا بلوكر اللي بيعملوا اورثوستاتيك هاي بوتنشال. انت كادلت لما تاخد تي سي اي والفا بلوكر كانوا بيقفلوا الالفا فيعملوا لك هاي بوتنشال، فيجي لك ايه؟ دوخ. وكل ما تقوم وتقعد تدوخ. بس انت كادلت ساعات ما بتحسش بالميكانيزم ده، ليه؟ ان انت عندك بارو ريسبتور وعندك ريفلكس ميكانيزم بيعمل ريفلكس تاكي كاردي، في رد فعل في جسمك. مع السن اي ريفلكس ميكانيزم واي كومبنساتوري ميكانيزم بيبقى ضعيف، فلما اخد دواء بيسبب لي هبوط او يعمل لي هاي بوتنشال ضعف الكومبنساتوري ميكانيزم هتلاقي الشخص الكبير ده حساس قوي للتاثير بتاع الدواء. مور سنسيتيف للناسيدز، معرض للقرحة اسرع منك. السنسيتيفيتي للبيتا بلوكرز والبيتا اجونست بتقل لان عدد البيتا ريسبتورز مع السن بيقل. ايج ريليتد امبيرد هيموستيزيس، الهيموستيزيس ده اللي هو الريفلكس ميكانيزم اللي هو البارو ريسبتور.
decrease the baroreceptor response مع الاورثوستاتيك هايبوتنشن. مع السن لما يحصل لي هايبوتنشن ما بعرفش ارد وابقى حساس ليه قوي. مور سنسيتيف للالكترولايت امبالانس بتاعت الدايوريتكس والايس انهيبيتور. سواء بيعملوا هايبوكاليميا او هايبركاليميا، انت كادلت جسمك ممكن ايه؟ يتصرف وممكن يعوض. والكلى لما تلاقي فيه هايبوكاليميا بتروح معاها شويه بوتاسيوم. الكلى لما تلاقي فيه هايبركاليميا تروح مخرجه شويه بوتاسيوم. الميكانيزمات دي عند الالدر بيبول بتبقى ضعيفه، فبيبقى حساس لاي تغيرات هتحصل فين؟ في الالكترولايت. Drug related assessment for risk، يعني العوامل اللي بتخلي استخدام الادويه يعمل ريسك للكبار. كلام سهل. ممكن الشخص الكبير ياخد من الادويه اوفر يوز، والاسم باين. يعني استخدام more medications ادويه اكتر than clinically indicated. خد ادويه اكتر من اللي موصوف له، او خد ادويه unneeded، حاجه هو مش محتاجها وخدها. بيفتي حد بيفتي له اي حاجه. زي ادويه الجي اي تي وادويه السي ام اس والفيتامينات، ده كله اسمه ايه؟ اوفر يوز. طيب اندر يوز العكس، اوميتد دراج ثيرابي. اوميتد يعني اهمال، انت مهمل في علاجك ما بتاخدوش. اور ان ادكويت دوزنج، او بتاخد جرعه قليله. على سبيل المثال انتي كواجولانت، ستاتنز، ادويه الضغط. اهمال، ما بتلتزمش بالجرعات بتاعتك. وذدرول، دايما الشخص الكبير لما بياخد ادويه لفتره طويله ويجي يبطلها معرض لاعراض انسحاب. Abrupt discontinuation of medication ممكن يعمل rebound symptoms زي ما حصل مع أدوية الاكتئاب وأدوية الضغط. مثال كده بكل عنوان. Non adherence، و non adherence يعني عدم تقبل. أنا مش هاخد الدواء يا سيدي، يعني الدواء غالي، ده اسمه non adherence. أنا بالنسبة لي الدواء ده هيجيب لي عقم، اسمه non adherence. أنا بالنسبة لي مش فارق معايا وعجزت وبتلخبط بنسى أخده أساسا، ده اسمه نون ادهيرنس اللي هو عدم تقبل الدواء. فبيقول لك النون ادهيرنس عباره عن ان انتشنال كوزد باي كومبلكس دراج ريجيمن. ممكن ما ياخدش الدواء غصب عنه بسبب ان العلاجات بتاعته ايه؟ كتير. انت نفسك لو بتاخد ست سبع ادويه كل واحد في ميعاد مختلف بتيجي وقت وايه؟ تتلخبط وتنسى. ديمنشيا انكريز الريسك. كوست اوف ميديكيشن، الدواء غالي فمنفر. intentional عن قصد، because of patient beliefs، انا مش هاخده قاصد، المعتقدات مش هيعمل لي حاجه، انا معتقد كده. المعتقدات هيأثر على شبابي وعلى شكلي، المعتقدات هيأثر على السيكشوال اكتيفيتي، اي حاجه من الحاجات دي اللي هو معتقد حاجه. خامس حاجه inappreciate medications اللي هي الادويه الغير مناسبه اساسا لكبار السن. طيب في عندي منظمه في اول سطر على اليمين اسمها اي جي اس بيرز. اي جي اس ده اختصار للامريكان جيرياتريك سوسايتي. في اول سطر اي جي اس اختصار، اول سطر في العنوان امريكان جيرياتريك سوسايتي. لا مش عايز تترجمها على واحد. دي منظمه مختصه بالعلاج لكبار السن، وهي اللي بتطلع التوصيات للادويه لكبار السن وايه تفاعلاتها وايه اللي ممنوع وايه اللي يستخدم وايه اضراره. المهم قالت ايه المنظمه دي؟ ايفيدنس بيست ليست، عملت لسته من الادويه اللي بتسبب مشاكل. لحد دلوقتي مش هسالك في حاجه، انا عايز اعرف بس ايه؟ امثله من لسته الادويه اللي بتسبب المشاكل لكبار السن. Arranged as drug classes to always avoid، قسمت الادويه لكلاسز لادويه اتجنبها او ادويه اديها في حظر. طيب الاي جي اس اللي هي منظمه الجيرياتريك دي قالت ايه اخطر ادويه لكبار السن؟ اللي انت عايزه منهم بقى خدهم، مثالين ثلاثه. الانتيكولينرجيك ودي عارفينها من الكريتيكال كير. البنزودايزيبينز ودي عارفينها من الكريتيكال كير. السيداتيف والهيبنوتكس. الاولدر انتي سايكوتكس اللي هم التيبيكال عشان الاكسترا بيراميدال. الاوبييتس، المسكرات، الادويه اللي بتقلل السكر، الادويه اللي بتقلل افراز ال HCL لان الادويه دي هتضعف له المناعه.
هو كل الرغي ده انا عايز امثله للادويه الخطر على الالدر بيبول اللي اقرت بيها الاي جي اس تمام؟ الامريكان جيرياتريك سوسايتي. طيب كمان المنظمه دي بتطلع دايما لكل مريض مجموعه من الاسئله، بيقول لي 10 questions to ask about each medication regarding indication, effect, dosing, direction. بيتقال رقم 6 choosing wisely campaign. الكلام ده بره كلمه wisely جايه من الحكماء، الكامبين اللي هي لجنه حكماء. بره بيعملوا ايه؟ بيعملوا لجنه، اللجنه دي باستمرار بتفتح تواصل مع المريض وبتتكلم معاه وبتشرح له اهميه العلاج ومخاطر الدواء ده والاعراض الجانبيه وينفع تاخد ايه وما ينفعش تاخد ايه ولازم احافظ على السكر في كذا ومش لازم لما تتعب تاخد مضاد حيوي، بتقعد ايه؟ تفتح مجال مع المريض وتديله نصائح. ودايما من اشهر الاسئله او النصائح اللي بتقدمها بيبقوا 10 اسئله دايما او 10 نصائح، 7 منهم متعلقين بالدواء بس. فبيقول لي 10 things to question an older adult، لجنه حكماء بتفتح حوار مع الناس الكبار وتسالهم 10 اسئله، 7 متعلقين بمين؟ بالدواء. طيب الاسئله اللي بسالها او النصائح اللي بقولها او الحوار اللي بفتحه مع الالدر بيبول، الكلام اللي هقوله ده مهم. انت الالدر بيبول خلي بالك. انتي سايكوتيك ان بيشنت ويز ديمنشيا شود بي افويدد. دي اول نصيحه بقولها لك. التارجت اي 1 سي ان دايابيتس مانجمنت 7.5 او اكتر. الاي 1 سي ده؟ ريجيتد هيموجلوبين. ريجيتد هيموجلوبين. دايما مع الناس الكبار بحافظ على نسبته اعلى مني. ليه؟ عشان ما اديش فرصه ان يحصل له هايبوجلايسيميا. لو حصل له هايبوجلايسيميا الخطوره بتاعتها هتبقى ايه؟ عاليه. يعني انا كادلت هتلاقي بلاكيت الهيموجلوبين بتاعي كام؟ 7.6 و8 من 10. هو لا، طالما شخص كبير في السن وممكن الهايبوجلايسيميا تموته فدايما بحافظ عليها لو هو مريض سكر في نسبه ايه؟ عاليه. افويد بنزو دايزيبينز اند سيدتيف اند هيبنوتيك. بقول له يا عم الحاج مش عشان عندك هرج ومش عايز تنام ما تاخدش زولات. ده نصيحه. دونت ستارت انتي مايكروبيال لعلاج البكتيريا الا لما يظهر عليك اعراض. مش عشان فاكر ان انت عيان او في بكتيريا تاخد مضاد حيوي، لا، لما تسخن هديك المضاد الحيوي. اسس بنفيت اند ريسك اوف كولين ستريس انهبيتور. كولين ستريس انهبيتور دي الادويه اللي بتعالج زهايمر، انتي كولين ستريس. ليهم اضرار ليهم بنفيت، قلنا في الكريتيكال كير مع الناس الكبار دايما بقارن الريسك بالبنفيت. الابيتايت ستيمولانت مش هينفعه يا عم الشيخ لو انت عندك انوركسيا او كاشيكسيا. الادويه الفاتحه للشهيه بتاثر على السي ان اس زي ما عندك الترياكتين في الصيدليه. الترياكتين ده فاتح للشهيه قوي جدا، بس انت لما تاخده كشاب هيصطلق هينيمك. فعشان كده بقول للناس الكبيره مش عشان انت عندك كاشيكسيا او عندك انوركسيا انت تاخد ادويه فاتحة للشهية لأن الأعراض الجانبية بتاعتها مش هاجي أقول لك سمع لي الوايزلي كامبين قالت إيه أو إيه السبع أسئلة، بس أبقى عارف عشان لو في أسئلة صح وغلط. الدواء ده ينفع للكبار ولا لأ؟ النسبة دي محافظ عليها للكبار ولا لأ؟ الفانكشن ويز إيدجينج. طبيعي إن أنا كل ما بكبر وكل ما العمر بيعدي والسن بيزيد والحياة بتقرب من نهايتها بفقد الوظائف الطبيعية بتاعتي اللي جسمي متعود عليها. وفي نوعين من الوظائف احنا عايشين بيهم. في حاجة اسمها activities of daily living. دي الوظائف التقليدية، الأكل والشرب والحمام. وفي حاجة اسمها instrumental activities of daily living. instrumental اللي هي محتاجة منك تحكم أكتر بقى. تتكلم في التليفون، تعد فلوس، تكتب، تقرا. الأنشطة دي كلها مع السن بيحصل لها إيه؟ بتضعف وبتقل وممكن اوصل لمرحله تدهور ان المريض يبقى محتاج حد مقيم معاه وحد قاعد معاه ياكله ويدخله الحمام ويشربه والكلام ده. فبيقول لي physical function is evaluated through one's ability to complete the activities. طيب الانشطه بتاعت اي انسان عباره عن ايه؟ اثنين،
activities of daily living, feeding الأكل, dressing اللبس, passing الاستحمام, toilet, وش التويلت, and transferring الحر. Nursing home, يعني ممكن أحتاج nurse في الهوم required. لو أنا فقدت ال activities of daily living, مش عارف أعملها, مش عارف أخش الحمام, ده محتاج حد معايا. Instrumental activities, أنشطة تانية instrumental محتاجة coordination أعلى. الهاوسكيبنج تنظيف البيت، استخدام التليفون، اخذ الادويه في ميعادها، الشوبينج، الكوكينج، عد الفلوس. عشان اعرف الحاجات دي يبقى لازم ايه؟ يعني عشان اعرف اعمل الحاجات دي محتاج ان انا اعيش لوحدي، وعشان اقدر اقوم بالوظايف دي لازم اكون لوحدي. لو مش هقدر اقوم بيها يبقى انا محتاج ايه؟ حد معايا. قال لي كمان من ضمن الوظايف اللي بتقل مع السن الكوجنيشن، الادراك. ولسه الحصة الجاية هناخد الاختبارات اللي بقيس بيها الإدراك عندك، مهمين كأسماء. الحصة الجاية هناخدهم بالأرقام بتاعتهم بالسكيل، فأنت تعرفهم كده دلوقتي. الـ MMSE والموكا والسلامس، الميمسي والموكا والسلامس، ميمسي موكا سلامس. اختبارات بعملها عشان أقيس الإدراك عند المريض. المود بستخدم اختبار اسمه جيرياتريك ديبريشن سكيل. اسم الاختبار يتحفظ، اسمه مهم. الجيت اند البالانس، المريض ده عنده اتزان وكوردينيشن ولا لا، بستخدمه اختبار اسمه تايم اب اند جو. يوزز ذا تايمز ا بيرسون تيكس تو رايز فروم ا تشير، ويك 3 مترز، تيرن اراوند، ويك باك، سيت داون. يعني قوم من على الكرسي، يقوم في قد ايه؟ روح لحد الكرسي اللي هناك وتعالى. هيروح في قد ايه وهيرجع في قد ايه؟ هيبقى متزن وهو ماشي ولا لا؟ ده اسمه جيت تايم اب اند جو، او اختبار تاني اسمه البرج بالانس. اذا من ضمن الوظائف اللي انا ممكن اقيسها مع الالدر بيبل واشوف مدى تدهورها اكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج، الاكل والشرب والتويلت. انسترومنتال اكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج، عد الفلوس والطبخ والكنس والتليفون اللي هي الوظائف اللي محتاجه مهاره اكثر. الكوجنيشن اللي بقيسه بالسلامس وبالمامسي وبالموكا. الدبريشن اللي بقى المود اللي بقيسه بالدبريشن سكيل. الاتزان اللي بقيسه بالتايم اند اب جو، تايم اند جو اب، والبرج بالانس. اخر حاجه النهارده اسمها جيرياتريك سندرومز. الحمد لله. والجيرياتريك سندرومز هي بعض، ما فيهمش اخر حاجه يعني، بس يلا. بعض الامراض اللي بيعاني منها كبار السن. يا انت معايا شويه صغير. الحصه الجايه امتى؟ بكره ان شاء الله. المريض العجوز او كبير السن بيعاني من فولز، بيقع كتير. ايه سبب وقعانه؟ بياخد ادويه سايكو اكتف بتاثر على الحاله النفسيه. بولي فارماسي، بياخد ادويه كتير. الادويه بتاعتك اللي في البيت لما تعدي الاربعه اسمها بولي فارماسي. اورثوستاتيك هايبوتنشن، هايبوغلايسيميا، هايبوناتريميا، مايوكارديال انفاركش، دي كلها حاجات عند الشخص العجوز بتعرضه للفولز. الريسك فاكتور اللي هيسهل ان هو كل شويه يقع او يغمى عليه ان هو عنده نقص فيتامين دي، بور بالانس، ماسل ويكنس، بور فيجن، طبيعي مع السن. تاني حاجة معرض ليها الإلدر بيبل الجيرياتري، سوري الدليريوم، نفس الأسباب اللي فوق. بياخد أدوية بتأثر على الحالة النفسية، بياخد أدوية كتير، بيحصل له أورثوستاتيك هايبوتنشن، السكر يقل، الصوديوم يقل. الريسك فاكتور اللي هيساعد على الدليريوم إن يحصل له مرض مزمن اسمه ديمنشيا، إن يجيله ستروك، سكتة مخية، إن يحصل له نقص فيتامين بي 12 اللي خدناه امبارح في الكريتيكال كير، انه ما يكونش بينام كويس او ما بيسمعش كويس او ما بيشوفش كويس، ده يعمل له ده. عايز افرق اكتر بين الريسك فاكتور دي والريسك فاكتور دي، ولا اي ريسك فاكتور وخلاص؟ اي ريسك فاكتور وخلاص؟ لا فرق بين دي وبين دي. خد اثنين. اصل تقريبا شبه بعض. بص يا باشا، اللي فوق بيقع صح؟ يبقى ناقص فيتامين دي وضعف عضلات. صح؟ عضلات والعظم باظ. اللي تحت بيهيس، يبقى بينامش ولا بيسمعش. خلاص عزم نفسك ليه؟ خليك ذاكر، انت بتذاكر كده. Hazards of hospitalization.
ليه المريض كل ما بيخش المستشفى ويقعد فيها اكتر الموضوع ده غير مستحب وبيبقى ليه اضرار وبيعرضه لمشاكل على المدى البعيد ممكن تزود المورتاليتي. نفس اللفه بتاعتي انا ليه عايز اخرجه وما قعدوش كتير في المستشفى؟ قال لي اولا aging involves decline in organ system، يعني هو السن اساسا اجهزه الجسم بايظه وده اجهزه الجسم ممكن تبوظ اكتر في المستشفى. ليه؟ بالعربي كده وقولها زي ما انت عايز. Immobilization inability to obtain water هيقلل البلد فوليوم، هيعرض المريض لاغماء وكسر. نايم على طول ما بيتحركش، الانتاج بتاعه من الميه هيبقى قليل وهيكسر كل ما هيعطش. البلد فوليوم بتاعه هيقل فسهل ان يحصل له اغماء وكسور. دي حاجه. Sensory deprivation from isolation العزلة، مفيش نظارات، مفيش سمع، العزلة دي هتؤدي لحدوث ديليريوم، والديليريوم هعالجه بأنتي سايكوتيك، والأنتي سايكوتيك أكيد هيضروه أكتر ويعملوا أعراض جانبية على السي إن إس. طيب، immobilization باستخدام التيسرز، التيسرز اللي هي الأجهزة اللي أنت مركبها لي، مركب له قسطرة انترافينوس لايت، أنابيب أكسجين، أنابيب تغذية، هيعرف يتحرك بسهولة؟ مش هيعرف، وممكن يبقى عايز يروح الحمام ومزنوق وما يلحقش فيعملها على نفسه، ولما يعملها على نفسه ممكن يجيله عدوى أو يجيله تقرحات قرحة زي الالتهابات اللي بتيجي للطفل لما بيعملها على نفسه وبيحط له مراهم وبيعمل نفسه. فبيقول لي necessitate assistance of bathroom unavoidable delay لو اتأخر عن الحمام، تبول لا إرادي، عدوى، قرح. Prescribed diet or nothing by mouse، طبعا المريض في المستشفى ما بياكلش زيي فاكيد هيعاني من dehydration وسوء تغذيه، وكمان الانابيب اللي انت بتغذيه بيها وداخله لحد الجي اي تي ممكن من خلالها يحصل نيومونيا زي ما قلنا الحصه اللي فاتت. الادفيرس افكت بتزود الموربيديتي والمورتاليتي في الاولدر هوسبيتالايزد ادلت. الفانكشنال ديكلاين تيبيكالي ا هوسبيتاليزيشن اند كولد كاسكيد تو ديبندنسي. يعني ايه؟ انا من كتر ما قعدت في المستشفى ونايم على السرير لفتره طويله وما بتحركش وما بستخدمش اعضائي وصلت لمرحله من مراحل الايه؟ التعود. ان ساعات حتى في مرضى من كتر ما هم قعدوا في المستشفى حتى بعد ما خرجوا مش عارفين يمارسوا الانشطه بتاعتهم زي الاول. اللي هي الاكتيفيتيز اوف ديلي ليفنج والانسترومنتال اكتيفيتيز، لانه وصل لمرحله من الايه؟ من الديبندنس، من التعود، من كتر ما هو راقد وما بيتحركش ومعزول وما بيلعبش رياضه. فبيقول لي one study showed subject that lose activities of daily living at discharge، يعني لما خرجوا من المستشفى ما بقوش عارفين ياكلوا لوحدهم ولا يروحوا الحمام لوحدهم. And had higher mortality rate و 30% بس اللي عرفوا يرجعوا لوظائفهم الطبيعية. إنما الباقي من كتر التعود فقد الأكتيفيتيز ونسبة المورتاليتي بتاعته زائد. عشان كده كل ما بقعد الخطورة إيه؟ بتزيد. أنت نفسك لو قعدت 3 4 أيام في المستشفى في السرير وتعبان ومش قادر تتحرك حتى لو أنت فيسيولوجياً خفيت لما بترجع البيت بتحس إن أنت إيه؟ تعبان. وعايش في نفس الوضع وعايز تفضل في السرير على طول ومش عايز تتحرك، فما بالك بقى اللي قاعد بالشهور دي. Early morbidity الحركة، early morbidity أنا آسف، الحركة المبكرة، يلا يا عم قوم واخرج كده. Adequate nutrition. Reduce the polypharmacy، ما تديلوش أدوية كتير عشان ما يلخبطش ويبقى في دواء منهم شغال على السي إن إس بدل ما ياخده مرتين ياخد أربعة. And the early discharge بلاني والتخطيط ان انا اخرج المريض بدري من المستشفى. كل ده هيبقى مهم عشان اقلل الفانكشنال ديسابيلتي واقلل اللينث اوف ستاي واقلل مده بقائه في المستشفى. في من يومين هو هما هيتبقى الورقتين بتوع الديمنشيا بعد كده بقى نخش شرح في